طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ابتداء أتقدم بالشكر الجزيل لكم على حضور هذه بسم الله الندوة، الرحمن الرحيم. وأيضا كذلك أثني بعد شكر الله عز وجل للإخوة في غرفة الرياض على المبادرة في تنظيم هذه الندوة ومواكبة الجهود المبذولة في دعم منشآت القطاع الخاص خلال هذه الفترة فيما يخص بتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا. طبعا هذه الندوة في الحقيقة هي موجهة للمنشآت لتوعيتها بما يجب عليها قانونا أن تدركه وتتعامل معه مع آثار هذه الأزمة. هذه الجائحة لا شك أنها استجدت على واقعنا ولها أثر بالغ وكبير جدا فيما يخص عقود المنشآت ونشاطها التجاري. هي تعتبر من قبل الطوارئ التي حدثت دون أن تكون في الحقيقة مرعية من قبل المتعاقدين وقت إبرام العقد. سنحاول بإذن الله عز وجل أن نشير إلى أبرز القواعد العامة أو الأطر التي يجب على المنشآت أن تتعامل مع هذه الجائحة من خلالها. سيكون طبعا حديثنا إن شاء الله مختصرا بالقدر الذي يسع فيه الوقت. الإخوة في غرفة الرياض حددوا قرابة ساعة أو ساعة وربع للحديث عن هذا الموضوع، أرجو إن شاء الله عز وجل أن نحقق الفائدة فيه. لو أردنا أن نتطرق إلى أهم الأطر القانونية التي يجب أن تتعامل معها المنشآت في خضم هذه الجائحة، فسيكون من أولها، وأنا طبعا سأتحدث معكم وسأكون مرتبط في العرض حتى تكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة لكم. طيب، طيب، من أهم الأطر القانونية في تعامل المنشآت مع أثر جائحة فيروس كورونا التأكيد على موضوع القوة الملزمة أو إدراك القوة الملزمة للعقود، ووجوب أن تنفذ بحسن نية من المتعاقدين وبذل وسع الشخص الحريص في الالتزام بأحكام العقد. للأسف هناك ثمت يعني بوادر تراخي من بعض الجهات أو بعض المنشآت في التعاطي مع عقودها على اعتبار أن آثار هذه الجائحة قد تخفف الالتزام في كل الأحوال. الحقيقة أنه هذا ليس الكلام على إطلاقه، بل من الواجب أن تحترم العقود، تحترم المنشآت عقودها بما أوجبه الله عز وجل عليها. الله عز وجل في محكم التنزيل أمر بالوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد بطبيعة متى ما كان عقدا لازما فله قوة ملزمة يجب على كل طرف أن يؤديه، وهذا قد يقودنا للحديث عن ما هي العقود الملزمة والتي لا يمكن التحلل منها في مثل هذا الزمن. طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى يجعلون العقود على أقسام من حيث اللزوم، فيذكرون أن هناك من العقود ما هو عقد لازم من الطرفين، ليس لأحد المتعاقدين أن يفسخه إلا برضا الطرف الآخر أو يتحلل منه إلا برضا الطرف الآخر، كمثل مثلا عقد البيع أو عقد الإجارة أو غيره. هذه عقود ملزمة لا يسوغ في ظل الظرف الطبيعي أن تتحلل منه، فكذلك الحال في الظرف الطارئ إلا بالقدر الذي يسمح فيه الشرع أو القانون وفق ما سيأتي الإشارة إليه. الفكرة أنه العقود اللازمة هي عقود لازمة من الطرفين، لا يسوغ لأي طرف أن يفسخ دون موافقة الطرف الآخر. هناك أيضا عقود جائزة، بمعنى أنه يحق لأي من الطرفين أن يفسخ العقد في أي وقت متى ما رغب، مثل عقد الشركة، إذا عقد الشركة غير المؤقتة، طبعا إذا لم يؤدي إلى ضرر فإن الفقهاء في مجمل أحكامهم يرون أن عقد الشركة عقد جائز وليس عقد لازم، بمعنى أنه يحق لأي شخص أن يفسخ العقد متى ما شاء وفق أطر وشروط ذكرها الفقهاء في هذا الباب. هناك أيضا من العقود ما هو عقد جائز من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، ومثل هذا يكون في مثلا عقد الرهن. عقد الرهن كما لا يخفى عقد لازم في حق ماذا؟ في حق الراهن، لكنه غير لازم في حق المرتهن، فيجوز للمرتهن أن يتحلل من هذا أو يتحلل أو يتحلل من التزامه في العقد ويعيد المال أو المال محل الرهن إلى صاحبه. إذن
العقود لها قوة ملزمة يجب أن تؤدى ويجب أن تنفذ وفق النصوص التي تضمنت وبمراعاة العقود الجائزة التي يمكن للأشخاص أن يتحللوا منها في أي وقت، سواء في وقت الجائحة أو في غير وقت الجائحة. هنا يجب أن أؤكد يا كرام على مفهوم القوة الملزمة للعقد. فالقوة اللازمة أو اللزوم في العقد بصفة عامة يتحقق بمجرد الإيجاب والقبول. إذا حصل الإيجاب والقبول من قبل المتعاقدين أصبحنا الآن أمام التزام تعاقدي يكون له قوة كما ذكرنا سابقا، إلا فيما قد اشترط النظام له شروط شكلية أخرى، مثل مثلا عقد الشركة لا يكفي فقط مجرد الإيجاب والقبول، عقد الشركة النظامية بل لابد مثلا من ركن الكتابة كتابة العقد. لكن بمجمل العقود يتحقق أو تتحقق أو ينعقد العقد وتصبح له قوة ملزمة بمجرد الإيجاب والقبول، بمعنى أنه لا يعني في حال عدم تحرير العقد أو توثيقة العقد أو كتابة العقد أن هذا يخفف التزامك في ظل الظرف، سواء كان الظرف الطارئ أو حتى الظرف الاعتيادي. لا، بمجرد حصول الإيجاب والقبول وافتراق المتعاقدين، ممتاز، هنا في هذه الحالة نصبح أمام عقد لازم يجب أن يحترم وأن تؤدى الالتزامات الواردة فيه. أيضا مما يجب التنبيه عليه إلى أنه هناك من الخيارات ما يمنع لزوم العقد بحيث يصبح العقد عقدا جائزا يحق للشخص أن يتحلل من في ظل الظرف الطبيعي أو حتى في ظل وجود العذر الطارئ، مثل خيار المجلس أو حتى أيضا كذلك خيار الشرط وأيضا خيار تخلف الصفة أو حتى خيار العيب أو الغبن. طبعا الخيارات في الأصل تشترط في كافة العقود إلا في العقد الذي يشترط له الفقهاء قبضه في مجلس العقد، مثل عقد الصرف أو عقد السلم. إذن مما يجب على المنشأة أن تراعيه في مثل هذا الظرف الاستثنائي أن تدرك أن العقود لها قوة ملزمة لا يسوغ لها أن تتحلل منها لمجرد قيام العذر الذي قد لا ينطبق أحيانا أو في كثير من الأحيان على نشاط المنشأة، أو قد لا يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا أو مستحيلا في أحوال كثيرة. طيب، أيضا من الأشياء التي يجب الإشارة إليها معرفة مدى أثر تعذر المقبوض عليه أو تلفه على صحة العقود ولزومها وقيام الالتزام العقدي في زمن الجائحة، وعلى مدى إمكانية التصرف في المعقود عليه قبل قبضه. طبيعة زمن الجائحة يا كرام أنه يتعذر في أحيان عدم إمكانية قبض المعقود عليه، وهذا ظاهر ومشاهد. يعني الآن كثير من الصفقات التي أبرمت خلال الفترة السابقة تعذر تسليم مثلا المعقود عليه نظرا لتعطل وسائل النقل أو لعدم إمكانية مباشرة المنشآت في مقارها، ولكل عقد لوازم ولكل عقد إجراءات يلتزم فيها الأطراف للتسليم مثلا المعقود عليه. فهناك عقود في مثل هذا الزمن، زمن الجائحة، لم يتيسر قبض المعقود فيها. فما أثر تعذر قبض المعقود عليه في مثل هذا الزمن؟ طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون فيما يخص في اشتراط قبض المعقود عليه فيما يخص العقود يقسمونها إلى أقسام. هناك عقود لا يشترط فيها قبض المعقود عليه حين العقد بحسب الأصل، فمتى ما حصل الإيجاب والقبول اكتمل الأمر ولا يشترط لإتمام العقد ماذا؟ قبض المعقود عليه، مثل عقد البيع، تشتري وتبيع فيحصل الإيجاب والقبول يصبح العقد لازما بحقك ولا يشترط قبض المعقود عليه، إلا أنه بعض الفقهاء رأى أن القبض هو من يعني أن القبض لا أن العقد لا يستقر إلا بالقبض، هذا يعني له اتجاه فقهي. لكن الفكرة أن الأصل أن عقد البيع لا يعتبر مشترط فيه قبض المعقود عليه لصحته. هناك أيضا شروط أو هناك نوع آخر من العقود وهو العقود التي يشترط فيها قبض المعقود عليه حين العقد. هناك عقود يشترط فيها قبض المعقود
عليه حين العقد. وهذه طبعا تنقسم إلى أقسام. هناك عقود يشترط فيها القبض لنقل الملكية كالهبة مثلا والقرض، وهناك عقود يشترط فيها القبض لصحتها، يعني العقد لا يعتبر صحيحا إلا إذا قبض. مثل ماذا؟ مثل عقد الصرف، مثل بيع الأموال الربوية، مثل المضاربة. على رأي جماهير الفقهاء يشترط أن يقبض رأس المال في مجلس العقد. فهذه العقود فيما لو لم يقبض المعقود عليه، هنا في هذه الحالة لا نكون أمام عقد صحيح، ويمكن أو سنكون أمام عقد غير مكتمل، وبالتالي لا يرتب العقد أي التزام على الطرفين. هناك عقود يشترط للزومها القبض وليس لصحتها، وإنما للزومها بحيث تصبح لازمة بحق أطراف العقد، مثل عقد الهبة وعقد الرهن، مثل عقد الهبة وعقد الرهن. طيب، إذن يجب على الشخص في مثل هذا الظرف الذي يتعذر فيه قبض المعقود عليه أو قد يتأخر في تنفيذ المعقود عليه، أن يدرك أن هناك من العقود ما لا يصح العقد إلا بقبض المعقود فيه أو بقبض المعقود عليه، وهناك من العقود ما لا يصح أو ما لا يعتبر العقد لازما بحق المتعاقد إلا بعد تمام قبضه، لكن مجمل العقود تصح من غير قبض، تصح من غير قبض. طيب، أيضا فيما يخص يعني فيما يخص مدى جواز التصرف بالمعقود عليه قبل قبضه، في حال تعذر القبض في مثل هذا الحال أو في مثل هذه في مثل زمن الجائحة، في أحوال كثيرة تعذر القبض، هل يمكن للشخص أن يتعاقد على المعقود عليه ويبرم تصرفات أم لا؟ هي هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، لكن المرجح فقها وما عليه العمل القضائي أنه لا يجوز المعاوضة على السلعة قبل قبضها، لا يجوز أن يعاوض على السلعة قبل قبضها، لما روي في مجموعة من الأحاديث من ضمن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت بيعا فلا تبيع حتى تقبض، فلا تبيعه حتى تقبض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. ففي مثل هذا الزمن الذي قد يتعذر قبض المعقود عليه، لا يسوغ لمن انتقلت له الملكية بالعقد أن يعاوض حتى يقوم بقبض المعقود عليه، حتى يقوم بقبض المعقود عليه. إذن من غير المستساغ شرعا وقضاءا أن المعاوضة على المعقود عليه قبل قبضه، ولا أثر طبعا للجائحة على ذلك كسبب مسيغ للتصرف. يعني ما يجي أحد يقول والله أنه الواقع يقول أنه لا يمكن أن أقبض المعقود عليه في هذا الزمن، وبالتالي دعوا لي الخيار أن أتصرف في المعقود عليه، نقول هذا ليس سائغا وليس مقبولا. طيب، فيما يخص تلف المعقود عليه قبل قبضه بعد تمام العقد، قد يحصل هناك ثمة بيع يتعذر قبض المعقود عليه في هذا الزمن، ثم بعد ذلك يتلف المعقود عليه، يتلف المبيع، فعلى من سيكون الضمان؟ هل هو على البائع أو على المشتري؟ بعت سلعة وبعدما بعت هذه السلعة تعذر نقلها للمشتري أو تعذر تمكن المشتري من القبض ثم هلكت لأي سبب، فهنا على من يكون الضمان؟ طبعا يجب التفرقة، أو ممكن أن نقول المسألة على أقسام. إذا تلف المعقود عليه وقت العقد فهنا يكون العقد باطنا بالاتفاق ويكون من ضمان البائع، يكون من ضمان البائع. إذا تلف المبيع أو المعقود عليه بعد تمام القبض فهو لا شك أنه من ضمان المشتري. افترض أنك بعت السيارة على شخص جاي ثم قبضها، فبعدما قبض تلفت، فهنا الضمان على المشتري. المشكلة وهي التي نواجهها الآن في مثل زمن الجائحة أنه بعد التعاقد تتلف السلعة أو يتلف المعقود عليه قبل قبضه، فهنا اختلف الفقهاء في على من الضمان، لكن المرجح فقها أن الضمان أنه على المشتري إن تمكن من القبض، إن تمكن من القبض، وإن لم يتمكن من القبض فهو من ضمان البائع، بمعنى
أنه إن كان بمقدور المشتري أن يقبض السلعة في مثل هذا الزمن زمن الجائحة بأي وسيلة من الوسائل، أو استطاع البائع أن يمكن المشتري أو أن يسلم المشتري السلعة، فهنا في هذه الحالة يكون الضمان فيما لو تأخر المشتري على الاستلام على المشتري. أما إن لم يكن بمقدور المشتري أن يقبض، هنا في هذه الحالة يكون الضمان على البائع، يكون الضمان على البائع. إذن إذا تلف المعقود عليه وتعذر قبضه بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الحكومية، فإن ضمان المعقود عليه فيما لو هلك يكون على البائع وليس على المشتري، وليس على المشتري. أيضا من الأشياء التي أو من الأطر التي يجب أن تراعى في مثل زمن هذه الجائحة، ظروف حال المتعاقد الذي تأثر نشاطه بالجائحة، والنظر في مدى إمكانية التفاوض معه أو تخفيف التفاوض معه على تخفيف الالتزام أو فسخه أو عند استحالة تنفيذ الالتزام أو فوات الغرض منه، عند فوات الغرض منه. فيجب على المتعاقدين أن لا يتمسك فقط بقوة العقد اللازمة ومقتضيات الأمر بالوفاء في العقود في كافة الأحوال التي يظهر للمتعاقد أن الطرف الآخر تأثر نشاطه بالجائحة، وهذا التأثر قد يمتد إلى أن يجعل العقد في حكم أو تنفيذ العقد في حكم المستحيل، أو يجعل تنفيذ العقد مرهقا بالنسبة له. الجميع يدرك كما ذكرنا أن العقد له قوة ملزمة، لكن ليست قوة العقد أقوى من نص الشارع الرافع للحرج والمانع للضرر. فالله جل وعلا رفع الكلفة على الناس، فقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغيرها من النصوص الشرعية الدالة على رفع الحرج، الدالة على رفع الحرج. وأيضا القواعد الفقهية التي ذكرها الفقهاء مثل المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال، وغيرها من القواعد التي تتيح مراعاة حال المتعاقد الذي تأثر نشاطه في الجائحة، تأثر نشاطه في زمن الجائحة. لأنه أحيانا للأسف بعض المتعاقدين مثلا تجده يتمسك بنصوص العقد التامة ولا يجعل هناك ثمة مساحة للطرف الآخر أن يعني يتأخر تأخرا مقبولا ومستساغا في القيام بالتزامه، وينطبق عليه العذر المسيغ لمثل هذا. فهذا لا شك أنه يخالف الهدي الشرعي وما أوجبه الشارع في هذه المسألة. وهنا يا كرام، بخصوص هذه المسألة ومراعاة حال المتعاقد، يجب التنبيه على عدة مسائل. من الأشياء التي يجب أن يحصل فيها أو يجب التنبه إليها ما يلي: أولا، يجب التفرقة بين أن يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا وبين أن يكون تنفيذه بإرهاق جسيم. فرق بين أن يكون تنفيذ التزامك التعاقدي مستحيل، لا يمكن ولا يعني يستحيل أن يكون على أرض الواقع، وبين أن يكون التنفيذ لا، هناك ثمة إرهاق جسيم شديد على المتعاقد. وأيضا يجب التفرقة بين أن تكون الاستحالة مطلقة أو أن تكون الاستحالة مؤقتة، أو أن تكون الاستحالة ماذا؟ جزئية، أو أن تكون الاستحالة جزئية. أيضا من الأشياء التي يجب الإشارة إليها أنه من المتفق عليه اعتبار الجائحة سبب أجنبي عن العقد، لأنه أمر خارج عن المتعاقدين وحدث فجأة عنهم دون أن يتوقعه أي شخص. ففي حال حصول تأخير في القيام بالالتزام العقدي أو في حال وجود استحالة في القيام بالالتزام العقدي، هنا لا يمكن بسبب الجائحة لا يمكن اعتبار هذا السبب سبب عائد على المتعاقد يتحمل تبعته. في الحقيقة هو سبب أجنبي منفك عن المتعاقدين. وهذه من الأشياء التي يجب أن تراعى في تقرير هذه المسألة. الأمر الثالث من الأشياء التي يجب الإشارة إليها أنه يجب التفرقة بين ما يمكن أن يطبق على ما يمكن أن تطبق عليه النظرية ذات الصلة. فهناك نظريتين متصلتين بالجائحة، هناك ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة، وهناك ما يعرف بالقوة القاهرة، ولكل منهما آثار مختلفة.
أيضا مما يجب التنبؤ إليه أو الإشارة إليه أنه جرى الإشارة إلى هذين المصطلحين ظروف الطارئة أو القوة القاهرة في عدد من أنظمة السعودية على وجه طبعا الاختصار وليس على وجه الإسهاب وإيضاح الأحكام، مثل نظام الاستثمار التعديني، نظام الإيجار التمويلي، ونظام الجمارك الموحد، ونظام المنافسات المشتريات الحكومية الجديد وغير ذلك. إذن هذا يقودنا الحديث أو يقودنا لإبراز مفهوم الظرف الطارئ. ما هو الظرف الطارئ الذي في حال وجوده يتخفف الالتزام أو يخفف الالتزام على المتعاقد؟ الظرف الطارئ هو كل حدث عام لاحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول ينجم عنه إخلال بين المنافع المتولدة عن العقد المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين أو الملتزم لالتزامه كما أوجبه العقد مرهقا له إرهاقا شديدا، ويتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف. إذن هذا هو الظرف الطارئ، شيء لم يكن متوقع الحصول وقت التعاقد. إن كان متوقع الحصول وقت التعاقد وفي الحقيقة لم يكن ظرفا طارئا ينطبق عليه مفهوم الظرف الطارئ في القانون أو في الشرع، وإنما هو في الحقيقة ظرف متوقع كان ليس ظرفا طارئا. أيضا يصبح تنفيذ المدين مرهق إرهاقا شديدا ويهدده بخسارة فادحة، لا يكون التنفيذ مستحيلا، لا، إنما يكون التنفيذ مرهقا إرهاقا يخرج عن الحد المألوف، يخرج عن الحد المألوف. طيب ما معنى أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقا؟ معناه هو أن يلحق المدين خسارة فادحة لم تكن لتتحقق لولا وقوع الحدث الاستثنائي، أو كانت هذه الخسارة ليست ناتجة عن الحادث الاستثنائي، ليست حادثة عن الحادث الاستثنائي. إذن معنى الخسارة الفادحة هو أن يلحق المدين بالالتزام خسارة فادحة، خسارة فادحة ليست خسارة مألوفة أو خسارة معتادة أو متعارفة، لأنه التجارة كما لا يخفى عليكم الكرام يعني هي ربح وخسارة، قد يعني ليس كل خسارة تجبر، وليس كل يعني ليس كل خسارة في العقد تجبر على اعتبار أن هناك من الخسارة ما هو داخل في مفهوم الحد المتعارف عليه في حدود الحد المتعارف عليه، إنما نقصد نحن الخسارة التي تجعل تنفيذ الالتزام مثقلا ومرهقا وتخرج عن الحد المألوف، وتخرج عن الحد المألوف. طيب هذا ما يخص الظرف الطارئ. طيب فيما يخص القوة القاهرة يقصد بها الحدث الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، يعني أنه لا يمكن تنفيذ الالتزام على الوجه المقصود في العقد، على الوجه المقصود في العقد. فهناك فرق بين النظريتين، يعني ممكن القول أنه ينحصر الاختلاف بين النظريتين في ما يلي. أولا يتعلق بالتأثير الذي يوقعه الحادث المفاجئ. بالنسبة كما ذكرنا لظروف الطارئة، الحادث يعتبر مرهقا إرهاقا يجعل تنفيذ الالتزام أسيرا أو مثقلا، أما فيما يخص القوة القاهرة فإن الحادث المفاجئ يجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأثر، يعني ما هو أثر الظرف الطارئ الذي يثقل الالتزام ويجعله عسيرا؟ هو أن يجعل هناك ثمة مرونة للقاضي أو للمحكمة أن تقوم برد الالتزام إلى الحد المعقول وتخفيف التزام الطرف المتضرر، خلافا للقوة القاهرة. القوة القاهرة يترتب على وجودها أو تطبيقها إلغاء الالتزام بالكلية، فلا يتحمل المدين تبعت عدم التنفيذ. إذن بهذين الفرقين يظهر الفرق بين القوة القاهرة وظرف الطارئ. طيب هناك شروط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أشير إليها في عدد من الأحكام القضائية، سواء صادرة عن دول المظالم أو حتى الأحكام الصادرة عن القضاء التجاري. لعلنا نلخص هذه الشروط بما يلي: واحد، أن يكون العقد الذي
الذي تأثر في الظرف الطارئ متراخيا، بمعنى أن يكون هناك ثمة انفصال بين صدور العقد وتنفيذه، صدور العقد وتنفيذه. الأمر الثاني، طبعا هذا الشرط أغلبي وليس شرطا لازما، شرط أغلبي وليس شرطا لازم. الأمر الثاني أن تظهر حوادث أو أن تستجد الحادثة بعد إبرام العقد، أن تستجد الحادثة بعد إبرام العقد. أيضا أن تكون الحادثة من الحوادث الاستثنائية العامة، أن تكون من الحوادث الاستثنائية العامة. هذه أبرز الشروط التي يجب تحققها في حال تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود. طيب، هناك من فقهاء النظام من يرى أن أحكام هذه النظرية لا تطبق إلا على العقود الزمنية فقط دون العقود الفورية، وهذا في الحقيقة ليس دقيقا، بل ممكن أن يطبق حتى على العقود الفورية، لكن في العقود الفورية التي يتراخى التنفيذ فيها، في العقود الفورية التي يتراخى فيها تنفيذ الالتزام. يعني أحيانا يعني في كثير من العقود الفورية تنفيذ الالتزام يحتاج وقت، فهنا ممكن أن يسع تطبيق هذه النظرية على العقود ليست فقط متراخية التنفيذ بل حتى على العقود الفورية. طيب، أيضا من الأشياء التي يشار إليها فيما يخص بمراعاة حال المتعاقد وقت أو زمن الجائحة، أنه لا يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على الالتزام أن يكون الالتزامات المتبادلة بين الطرفين متراخية التنفيذ، يكفي أن يكون التزام أحد المتعاقدين متراخية التنفيذ، لا يشترط أن يكون البائع والمشتري جميع التزاماتهم متراخية التنفيذ، ممتاز، أو المورد مثلا والطرف المتعاقد معه، يكفي أن يكون أحد المتعاقدين يتراخى التزامه إلى الفترة التي نشأ الظرف الطارئ من خلالها، ثم يصبح بحقه الالتزام مرهقا. أيضا الأشياء التي يجب الإشارة إليها في هذه النقطة، الإشارة إلى أن تكييف وتوصيف أثر هذه الجائحة يتحدد على أساس تأثيره على الالتزامات التعاقدية، بمعنى أن ليس بمقدوري أن أختار هذه النظرية لأطبقها على الالتزام العقدي بغض النظر عن أثرها على الالتزام، بغض النظر عن أثرها على الالتزام، هذا من غير السائغ والمقبول، لا بد حتى أطبق أثر الجائحة فيما يخص بانطباقها على النظرية أن أتأكد من أساس تأثير هذا العذر أو هذه الجائحة على الالتزام العقدي. فإذا كان تأثيرها يجعل من تنفيذ الالتزام مرهقا فأنا أمام ظرف طارئ، وإن كان يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا فأنا أمام قوة قاهرة، أمام قوة قاهرة. هذا فيما يخص الإطار المتعلق بمراعاة حال المتعاقد، بمراعاة حال المتعاقد. طيب، لو أحببت أن نأخذ إطارا آخرا يحسن التنبيه إليه أثناء تعامل المنشآت مع هذه الجائحة، هو القول بأن المبادرة في تنفيذ أو القول أو حث الجهة أو حث المنشآت على تنفيذ العقود السابقة على زمن الجائحة، حيث أنه لا يقبل أو لا عذر للمتراخي في تنفيذ التزامه قبل وقوع زمن الجائحة، والتأكيد هنا على أهمية تنفيذ الالتزام دون تأخير، بمعنى أنه لا يمكن أن يستفيد من هذه الجائحة وما تؤديه من تخفيف الالتزام أو حتى فسخ التعاقد عند وجود أو عندما ترى المحكمة مثل هذا، أو إنهاء العقد بالكمال وزواله في حال تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامه. وهذا يحصل في كثير من الأحوال، مثلا في عقود المقاولات، قد يتأخر المقاول في تنفيذ ما وجب عليه من التزاماته في كل عقد، ثم تنشأ ويتأخر عن المدة المحددة له من قبل صاحب العمل، ثم تنشأ بعد ذلك ظروف، هذه الظروف ليست عذرا ولا يمكن تخفيفها بحق المتعاقد المتراخي، ولذلك المنشآت تدعى إلى أنه
يجب عليها أو يجب عليها أن تبادر في تنفيذ العقود السابقة على زمن الجائحة التي كان من الواجب عليها أن تفي قبل أن تحصل هذه الجائحة التي يعني أثقلت وجعلت من الالتزام عسيرا في أحوال. فهذه من الأمور التي يجب التأكيد عليها والانتباه لها، فلا عذر لأي منشئة حصل تأخر معها في تنفيذ الالتزام أن تتحجج بحصول هذه الجائحة. أيضا من الأشياء التي يجب أن تراعى أيها الكرام في مثل زمن الجائحة احترام الروابط العمالية أو احترام العلاقة العمالية مع موظفي المنشأة والانتفاع من الدعم الحكومي ومفاوضة العامل على الخيارات النظامية اللازمة للأمر وعدم اللجوء لإنهاء الخدمة أو إعمال حق الفسخ إلا في أضيق الظروف وبعد تحقق المسوغات النظامية يقصد طبعا بعقد العمل كما لا يخفاكم عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو تحت إشرافه مقابل أجر هذا التعريف نص عليه في نظام العمل. طيب ما هي أهم الخصائص ذات الصلة أهم خصائص عقد العمل ذات الصلة بموضوع الجائحة سنتعرف عليها في الشريحة القادمة. أولا أن عقد العمل من عقود المعاوضة فهو عقد في الحقيقة عقد إجارة أشخاص فعقد العمل من عقود المعاوضة وليس من العقود التبرعات التي هناك ثمة متسع للإنسان فيها فعقد العمل يعتبر من عقود المعاوضة. أيضا من الأشياء التي يجب التنبه إليها ومن خصائص عقد العمل فيما له صلة بموضوع الجائحة أن عنصر الزمن في عقد من العناصر ذات الأثر وذات الارتباط الوثيق بمحل العقد. فالأجير الخاص وهو ما ينطبق على العامل أو الموظف مثلا في القطاع الخاص يقدر نفعه بالزمن على ما ذكره الفقهاء الأجير الخاص في الحقيقة هو عقد على منفعة العامل وهذه المنفعة مرتبطة بالزمن وليست مرتبطة بالعمل. فعنصر الزمن ذو أثر وقيمة في عقد العمل. طبعا لماذا نقول مثل هذا؟ حتى نجعل أو حتى نضع أمام العامل اعتبار أنه في حال عدم إمكانية انتفاع صاحب العمل من 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 عنصر الزمن المكون للعقد جيد على اعتبار أن المنشآت علق الحضور فيها فهذا يجعل هناك ثمة مساحة لأن تفاوض صاحب العمل على التخفف من الالتزام الذي أوجبه عليه النظام. أيضا من الأشياء أو من العناصر أو الخصائص ذات الصلة بموضوع الجائحة فيما يخص عقد العمل أنه عقد رضائي ونظام العمل أكد على هذه الرضائية في عدد من النصوص من ضمنها المادة 95 من نظام العمل فنصت على أنه لا يجوز مثل نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية إلا إذا وافق العامل كتابة. والرضائية يعني مهمة وذات قيمة في خضم هذه الجائحة على اعتبار أنه لا يسوغ مثلا أن يمارس صاحب العمل بعض بعض الإجراءات المخففة لالتزامه دون موافقة العامل لأن عقد العمل كما ذكرنا عقد رضائي في كافة الالتزامات المتعلقة فيه. طيب هناك مجموعة يا كرام من القواعد التي تحكم يعني تحكم عقد العمل مما له صلة بالجائحة نأخذ أبرز تلك القواعد. أولا امتياز أجر العامل وتقديمه على كافة الحقوق باعتباره من الديون الممتازة. فأجر العامل النظام فرض له حماية كبيرة جدا يعني فرض له حماية كبيرة مما يؤكد أهمية استقرار أجر العامل وعدم التعرض له إلا في أضيق الحدود وبعد التحقق من المسوغات النظامية والشرعية السائغة. ولا يكون اندفاع صاحب العمل إلى التخفف من التزامه مؤديا إلى أن يتحلل بالكلية أو يتحلل من دون تحقق العذر من التزامه بدفع الأجر لصاحب العمل. فأجر العامل له امتياز وتقديم على بقية الحقوق.
أيضا القواعد ذات الصلة بطلان الإبراء أو المصالحة على الحقوق الناشئة للعامل. يعني للأسف أنه قد يضطر أو قد تمارس بعض المنشآت مصالحة أو إبراء مع العامل في الظرف الاعتيادي وفي الظروف حتى الطارئة أو الأعذار الطارئة، فيضطر العامل إلى توقيع هذه الاتفاقيات التي في الحقيقة تحمل إبراء لالتزام صاحب العمل، وهي في الحقيقة غير سائغة وغير مقبولة نظاما، وهي محل الإبطال من قبل المحاكم العمالية. فنظام العمل نص على أنه على بطلان الإبراء أو المصالحة على حقوق العامل الناشئة بموجب أحكام نظام العمل أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ونص على هذا في المادة الثامنة من نظام العمل. أيضا من الأشياء أو من القواعد التي المتصلة بعقد العمل في مثل زمن الجائحة حرية الإثبات في التعامل أو في العلاقة العمالية فيما يخص العامل، وهذا يكون فقط فيما يخص العامل. فالمادة 51 من نظام العمل نصت على أنه يعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت بجميع طرق الإثبات، بجميع طرق الإثبات. بمعنى أنه قد يحصل توافق مثلا أو يحصل توافق مع صاحب العمل، فهنا يمكن قبل إنهاء الخدمة في مثل زمن الجائحة، فهنا يمكن للعامل أن يثبته ولو لم يكن هذا التوافق مكتوبا، هذا التوافق مكتوبا. وإنما لا يسوغ لصاحب المنشأة أو لا يمكن قبول يعني قبول مثلا ما يرى صاحب المنشأة من معالجة دون أن تكون مكتوبة للعامل. فقط الذي يمكن أن يثبت هو العامل. إذن هناك ثمة حرية للعامل أو للموظف في القطاع الخاص في إثبات الالتزام على صاحب العمل، ولا يشترط أن يكون هذا مكتوبا، ولا يشترط أن يكون هذا مكتوبا. أيضا من الأشياء المهمة فيما يخص أو فيما يخص الجائحة، يعني اعتبار النصوص المنظمة لعقد العمل من النصوص الآمرة في مجملها. يعني لو تأملت الآن نظام العمل وجدت أن هناك حجم كبير جدا من النصوص الآمرة التي لا يجوز أصلا التوافق مع العامل على مخالفتها، ولو حصل التوافق فهنا يكون التوافق مخالفا لأحكام النظام، مخالفا لأحكام النظام. إذن وبما أن جائحة كورونا لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، ويفوت فيها شيء من الزمن المعقود عليه كساعات العمل المعقود عليها، أو يحصل مانعا من الانتفاع فيها على الوجه المقصود شرعا أو نظاما، لذا وجب أن ننبه على عدد من الأمور نأخذها إجمالا. أولا كما ذكرنا أن عقد العمل له قوة ملزمة كبقية عقود المعاوضات، فلا يجوز التعرض له بالفسخ قبل انتهاء مدته إلا على النحو المبين في المادة 80 من نظام العمل، على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز فسخه طبعا بسبب مشروع قبل انتهاء، جاز فسخه بسبب مشروع على أن يسبقه إخطار من الطرف من أحد الطرفين للآخر قبل 60 يوما وفق ما نصت عليه المادة 75. أيضا من الأشياء التي يجب التنبيه عليها فيما يخص عقد العمل في مثل زمن جائحة تأثير العذر الطارئ، تأثير العذر الطارئ على عقد العمل، واختلاف العذر بين أن يكون قوة قاهرة تسيغ إنهاء العقد بعد إعمال الخيارات التي نص عليها في المادة 41 من نظام من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وبين أن يكون تنفيذ التزام صاحب العمل مرهقا يسيغ له إمكانية التفاوض مع العامل على تخفيض الأجر، على تخفيض الأجر. وهنا يحسن يا كرام أن نستعرض ما نصت عليه المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فقد نصت المادة 41 من نظام العمل على ما يلي، ذكرت أنه في حال
اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على توصية أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليل ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في المادة أو في الفقرة الخامسة من المادة 74 من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل خلال 6 أشهر على لبدء اتخاذ تلك الإجراءات على ما يلي: أولاً تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل، ثانياً منح العامل إجازة تستحق من أيام إجازته السنوية المستحقة، ثالثاً منح العامل إجازة استثنائية وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام. بعد ذلك لا يمكن أن يكون إنهاء عقد العامل مشروعاً إلا إذا ثبت إذا 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 أمكن انتفاع صاحب العمل بالإعانات الحكومية التي قدمت له. وهنا يا كرام يجب التنبيه إلى أنه في حال انتفاع صاحب العمل من المعونة الحكومية، سواء كان معونة صندوق تنمية الموارد البشرية أو حتى من التأمينات الاجتماعية أو غيرها، هنا في الحقيقة يتخفف الالتزام على صاحب العمل، وبالتالي لا يكون من المسوغ نظاما أن يقوم بإنهاء العلاقة العمالية أو التعرض لأجر العامل، وهذا نص عليه في المادة 41 من نظام من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. طيب، إذا يتضح من خلال ما سبق أن الحالات أو عقد العمل في زمن الجائحة لا يخلو من 3 حالات: أولاً لا يتأثر العقد أو نشاط المنشأة بالجائحة إطلاقاً، فهنا التزامات كلا الطرفين قائمة ومستمرة، ويجب على صاحب العمل أن يؤدي الأجر المنصوص عليه في العقد. وهناك في أرض في واقع الحال كما تشاهدون، هناك يعني بعض القطاعات لم تتأثر في زمن الجائحة، لم تتأثر أو يكون تأثرها بسيط جدا لا يذكر فيما في مقابل تأثر بقية المنشآت. فهناك جهات أو منشآت لا زالت تمارس نشاطها، بل أن في بعض المنشآت وبعض القطاعات زادت مبيعاتها وزادت أرباحها خلال هذه الفترة. هذه لا يمكن أن تستغل أي من نظريتي الظروف الطارئة أو القوى القاهرة لتتحلل من التزام المنصوص عليه في نظام العمل أو حتى التزام المنصوص عليه في عقد العمل المبرم مع العمل. ثانيا أو الحالة الثانية، أن يتأثر العقد أو نشاط المنشأة بالجائحة، مما يجعل تنفيذ التزامات كلا الطرفين مستحيلة، لا يمكن. فهنا في هذه الحالة ممكن لصاحب العمل أن يفسخ عقد العمل، لكنه بعد كما نصت المادة 41 من اللائحة تنفيذ نظام العمل، بعد تأخير أو بعد التفاوض مع العامل على الخيارات المبينة سابقا، إما تخفيض الأجر أو أخذ الإجازة الاستثنائية أو أخذ إجازة تحتسب من أيام إجازة العامل السنوية. بعد ذلك يمكن القول بأنه من السائغ فسخ العقد بحسب ما يظهر للمنشأة. أيضا الحالة الثالثة، أن يتأثر العقد والنشاط بالجائحة، لكن يكون التأثر كما ذكرنا ليس مستحيلا كما في الحالة الثانية، وإنما يكون نسبيا، فهنا على نحو ما نصت عليه المادة 41 من اللائحة، ممكن التأخير في أي من الحالات الثلاث ومن وتعديل الالتزام بحيث مثلا يخفض أجر العامل مقابل ساعات العمل، على اعتبار أن أجر العامل مثلا مستحق لأفترض 10,000 ريال مستحقة خلال 8 ساعات عمل، الآن أصبحت ساعات العمل 5 ساعات عمل، فيكون في مقابل هذا أن يتخفف الالتزام على العامل على صاحب العمل. طيب، من الأشياء التي يجب أيضا الإشارة إليها أو من الأطر المتصلة بهذا الأمر، الانتفاع من مبادرة الجهات الحكومية بتخفيف آثار الأزمة بتخفيف آثار أزمة الجائحة وطلب التعويضات المتاحة وتقرير أحقية المنشأة عند توافر الشروط. فهذه التعويضات التي تبذلها الجهات الحكومية دعم للمنشآت هي في الحقيقة داخلة في إطار المساعدة، لكنها في حال انطباق أي من المنشآت أو في حال انطباق شروطها على أي من المنشآت، فهنا يمكن للمنشأة المطالبة بحقها ويصبح لها أحقية في يعني طلب تلك
المعونة قانونا، وفي حال امتناع الجهة قد يتاح الأمر لاختصامها قضاء. من أهم المبادرات التي قدمت مثلا مبادرة التأمينات الاجتماعية في دعم رواتب الموظفين بما يصل إلى 60%. أيضا عندنا مبادرة هدف صندوق التنمية تنمية الموارد البشرية في دعم التوظيف في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، أيضا دعم الهيئة العامة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدلت عدد من أو أطلقت عدد المبادرات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. طيب هذا فيما يخص تعامل المنشأة مع عقد العمل وما يجب أن يكون. ننقل إلى إطار آخر وهو تحذير من التحلل من العقود بفسخها أو التراخي في تنفيذها دون التحقق بشكل دقيق من تأثير الجائحة على الالتزام العقدي. للأسف أنه قد تسمع بعض المنشآت أو أصحاب المنشآت الكلام السابق وأنه قد يتخفف الالتزام على المتعاقد، أو قد يعني يقضى بزوال الالتزام على المتعاقد فيدفعه هذا إلى أن يقوم بالتحلل من التزاماته العقدية ونسيان أن العقد قوة ملزمة. هنا واجبنا التأكيد على أنه يجب فعلياً التحقق بشكل دقيق من مدى تأثير الجائحة على عقود المنشأة أو على تصرفاتها القانونية، وعدم عدم التعسف باستخدام مثل الحق في الفسخ أو التحلل من الالتزام. فهذه من أهم المتطلبات القانونية التي يجب على المنشآت أن تتعامل معها في مثل زمن الجائحة، تتأكد بشكل دقيق. ولأنه في حال عدم مثلا تبصر الجهة بمدى انطباق العذر الطارئ على المنشأة، هذا قد يدفعها أو قد يدخلها في خصومات قضائية لا تنتهي، وقد يجعلها تتحمل تبعات مستقبلا أمام المحاكم العمالية أو حتى أمام المحاكم التجارية، يعني تبعات كبيرة جدا قد تؤدي إلى خسارتها. فتعجل أي منشأة في التحلل من التزام العقدي أو تخفيفه دون تبصر بحالها ودون انطباق وصف القانون عليها بشكل دقيق ودون محاولة إمكانية تفادي الخصومة القضائية قد يكون له توابع كبيرة جدا. وهذا معروف في 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 عالم يعني في الوسط القضائي والحقوقي والقانوني، أنك أحيانا يكون الحق معك في التحلل الالتزام أو يكون معك في تخفيف الالتزام، لكنك في حال وجود الخصومة القضائية قد تدخل نفق طويل جدا من الاختلاف والتقدير وأيضا من انعدام أحيانا وسائل الإثبات، وتدخل في دوامة قد لا تحقق مقصودك وتخسر جهدا ووقتا وأحيانا علاقة قائمة مع منشأة شقيقة أو رديفة، فهذا له تبعة كبيرة جدا. خاصة يا أحبتي إذا علم أنه عندنا في المملكة لا يوجد هناك ثمة قانون ينظم أحكام هذا الظرف، يعني في المملكة لا يوجد هناك ثمة قانون مدني ينظم أو قانون ملزم للقضاة ينظم أحكام هذا الظرف بشكل دقيق لا يجعل هناك ثم التفاوت فيه. حنا نعرف أنه حتى من يخرج من الفقهاء مثلا الظرف الطارئ أو العذر الطارئ على نظرية الجوائح المعروفة، وضع الجوائح المعروفة فقها، النظرية فيها خلاف فقهي، ليست هي محل توافق بين الفقهاء، هي فيها خلاف فقهي. فهذا الخلاف قد يكون له أثر على واقع العمل في المحاكم، فلا تجازف يا صاحب منشأة أو تجازف يا متعاقد بالذهاب أو في أخذ تلك القواعد على وجه التسليم التام وتطبيقها على أرض الواقع ودون محاولة التحقق من انطباق الوصف عليك، وأيضا دون محاولة التوافق مع الطرف الآخر. هذا سيجعلك تصطدم في أرض الواقع بإشكاليات كبيرة جدا. فالمملكة يعني في القضاء في المملكة يعني يستمد أحكامه الموضوعية من أحكام الفقه الإسلامي، وأحكام الفقه الإسلامي أحكام يعني متعددة وأراء فقهية متعددة، وإن كان الالتزام بشكل ظاهر يكون على رأي المذهب الحنبلي، لكن في الحقيقة أنه قد يخرج عن المذهب الحنبلي إلى غيره ترجيحا للدليل أو أخذا بمقتضيات المصلحة المعتبرة شرعا. فأنا هذه المسألة التي أحب أن أؤكد عليها، أنه لا ينبغي المجازفة
في عقود المنشأة وتصرفاتها القانونية أخذا بهذه المفاهيم العامة دون تبصر بمدى انطباقها على أرض الواقع، ودون محاولة الصلح أو دون محاولة التواصل مع الطرف الآخر المتعاقد، ومحاولة تخفيف الالتزام بشكل تراضي. هذه من الأشياء التي يجب التأكيد عليها وإدراكها. أيضا الأشياء التي أحب أو من الأطر التي يجب إدراكها حال التعامل مع هذه الجائحة من قبل المنشآت، معرفة السلطات الاستثنائية المتاحة لجهة الإدارة في عقودها مع الغير، فكما لا يخفى أنه جهة الإدارة في عقودها الإدارية تمتاز بعدد من الصلاحيات الاستثنائية، وهذا من طبيعة العقد الإداري، كمثل عقود الإشغال العامة مثلا. فهذه الصلاحيات تمارسها الجهة الإدارية بما يؤثر على التزامات العقد في مثل زمن الجائحة. لكن قبل أن أشير إلى تلك الصلاحيات التي يمكن أن تمارسها الجهة الإدارية، أحب أن أشير إلى أنه نظام المنافسات عرف الحالة الطارئة التي تنشأ على العقد الإداري بأنها حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلالا ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية. هذا تعريف الحالة الطارئة نص عليه في نظام المنافسات الحكومية. طيب، ما هي الصلاحيات المتاحة للجهة الإدارية في مثل زمن الجائحة للتعامل مع آثارها فيما يخص العقود الإدارية؟ أولا، إمكانية إيقاف العمل في المشروع. فيمكن لجهة الإدارة يمكن لجهة الإدارة أن تتخذ قرارا بإيقاف العمل في المشروع في مثل زمن الجائحة للحد من آثار تلك الجائحة على المتعاقدين. فنصت المادة 125 من اللائحة التنفيذية على أنه تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن كامل الأعمال أو جزء منها من قبل صاحب الصلاحية، في الترسية. إذن هذه هي الشروط، أن يصدر بقرار من صاحب الصلاحية، وأن يكون الأمر الصادر بإيقاف العمل متزامنا مع فترة التوقف الفعلية، وأن يبلغ المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف العمل. فمن السلطات التي يمكن أو من السلطات المتاحة لجهة الإدارة إمكانية إيقاف العمل في المشروع، طيب، هذه من ضمن الأشياء التي تتمتع بها الجهة الإدارية من ضمن صلاحيتها إيقاف العمل في المشروع، ذكرنا المسند النظامي الوارد في المادة 125 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات. أيضا من الأشياء أو من الأمور التي يمكن للجهة أن تمارسها خلال زمن الجائحة إلغاء المنافسة العامة. ممكن للجهة أن تلغي المنافسة العامة في خلال زمن الجائحة للحد من آثارها، ونص على ذلك متى ما رأت المصلحة في ذلك، ونص على هذا في المادة 51 من نظام المنافسات. نص فيها على أنه تلغى المنافسة في الحالات التالية، وذكر من ضمن هذه الحالات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. فإذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة العامة لسبب تراه جهة الإدارة محققا لمصلحتها، كان توفر مثلا موارد تلك المناقصة مثلا أو المنافسة إلى قطاعات أخرى أهم، فهنا يمكن للجهة الإدارية أن تقوم بإلغاء المنافسة. أيضا من الأشياء التي يمكن للجهة الإدارية أن تترخص فيها في مثل زمن الجائحة إنهاء العقد، وقد نص على ذلك في
المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات، فنصت اللائحة يا كرام على أنه للجهة الحكومية أن إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين وبين المتعاقد في الحالات التالية، وذكر منها إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة المتعاقد فيها، يعني إذا استطال أمر الإيقاف لفترة طويلة، وأيضا إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلا لوجود القوة القاهرة على التفصيل الوارد في المادة 133 من اللائحة. طيب، في مقابل هذه السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة هناك حقوق، هناك حقوق يعني تكون مستحقة لصالح المتعاقد. من أهمها، من أهم هذه الحقوق، قد يكون في تقطع في الصوت يا أخوان، أنا ماني متأكد. بس خلونا بس نتأكد يا أخوان من الصوت. ممتاز. طيب، جاءنا التأكيد بأن الصوت متاح، شيء كويس. إذن من الصلاحيات التي يمكن للجهة الإدارية أن تمارسها في مثل زمن الجائحة ويجب على المتعاقد من أصحاب المنشآت الخاصة إدراكها، أنه يمكن للجهة الحكومية إيقاف المشروع، وممكن لها إلغاء المنافسة، كما يمكن لها إنهاء العقد، وأكد على هذا في المادة 133 من اللائحة التنفيذية للنظام، نصت على أنه إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز 180 يوم من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف العمل أو الأعمال، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضي 30 يوما من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتمكين المتعاقد، فهنا ممكن أن يتم إنهاء العقد بالتوافق مع المتعاقد. أيضا من الحالات إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلا لوجود القوة القاهرة، مع مراعاة متطلبات الإخطار والمهلة الزمنية اللازمة لجواز الإنهاء المنصوص عليها في العقد. طيب، في مقابل هذه الصلاحيات الاستثنائية لجهة الإدارة هناك حقوق تكون واجبة ممتازة أو مستحقة للمتعاقد مع الجهة الإدارية. أولا، الحق مثلا في تعديل أسعار العقد بالتعويض عن الزيادة التي لحقت بالمتعاقد بسبب الجائحة، فقد تؤدي الجائحة إلى ارتفاع بعض الأسعار، أسعار بعض البنود الواردة في العقد، فهنا يكون من حق المتعاقد أن يطلب تعويضه عن هذه الزيادة. طيب، لو رجعنا للمادة أو استعرضنا المادة 68 من نظام المنافسات كما هي معروضة لكم الآن أمام الشاشة، نصت على أنه لا يجوز تعديل الأسعار، أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا بالحالات التالية، وذكرت منها تغيير أسعار أو تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود ماذا؟ المنافسة، والتي تحددها اللائحة. طبعا المادة 113 من اللائحة التنفيذية وضعت ضوابط تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص، جيد، فنصت على أنه مثلا يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بعد تقديم تاريخ العرض، طيب، أيضا مما نصت عليه أن يكون التعويض عن زيادة الأسعار وفقا للشروط التالية: أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد للعرض، أن يكون سبب ذلك عائد، أن لا يكون سبب ذلك عائد إلى التأخر في التنفيذ، لأسباب تعود إلى المتعاقد. وهذا الشرط يقودنا للحديث للإطار الذي تحدثنا عنه، وهو أنه لا يمكن أن ينتفع المتراخي في تنفيذ التزامه بالآثار المتعلقة بإحداث التوازن المالي في مثل زمن الجائحة. ما دام الالتزام قديم فأنت تتحمل تبع التأخر في تنفيذ الالتزام. أيضا لا ينظر في تعديل أسعار بنود
إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في الأسواق أو في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته 10% وفقاً للمؤشرات السعرية. يعني ما زاد عن 10% لا يمكن التعويض عن عنه وفق الإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات. أيضاً أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد عن 3% من قيمته الإجمالية. أحياناً ترتفع بعض أسعار البنود، لكن ارتفاع تلك الأسعار لا يؤدي لارتفاع تكلفة العقد أكثر من 3 أو 5%. فهنا النظام يشترط أو اللائحة تشترط أنه لابد أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في تكلفة العقد تزيد عن 10% من قيمة العقد الإجمالية. طيب، من ضمن الأشياء التي أشارت لها أيضاً اللائحة أنه نعم. طيب خلنا نأخذ إجراءات النظر في التعويض. كيف يمكن المتعاقد مع الجهات الحكومية أن يستفيد من 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 هذه الإجراءات المبينة بتعويض المبينة لآلية أو لحق المتعاقد بالتعويض عند زيادة الأسعار؟ نص عليها في اللائحة، وممكن تلخيصها بأنه يتقدم الشخص أو المتعاقد لاستشاري المشروع خلال المدة المحددة نظاما أو للجهة الحكومية. تقوم الجهة الحكومية بعد طبعا تلقيها تقرير استشاري أو مطالبة المتعاقد بدراسة طلب المتعاقد بالنظر للنواحي الفنية والنواحي القانونية، ومن ثم عرض الأمر ونتائج عرض الأمر بما في ذلك نتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لأخذ التوصيات اللازمة. ثم تقوم الجهة الحكومية طبعا برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من رئيس الجهة إلى اللجنة المنصوص عليها في نظام المنافسات، وهي اللجنة المختصة بالنظر في الشكاوى والتظلمات للنظر في استحقاق المقاول للتعويض. يجب أن لا يتجاوز ما يمكن أن تدفعه الجهة الحكومية من تعويضات بموجب أحكام طبعا هذه المادة 20% من القيمة الإجمالية للعقد. طيب، إذا كانت قيمة الضرر تزيد وتزيد عن 20% فهنا لا يمكن للجهة أن تعوض على وفق الإجراءات المبينة في أحكام هذه المادة، وإنما يكون للمتعاقد حق التقدم للمحكمة الإدارية للمطالبة بما زاد عن هذه النسبة. طيب، هذا فيما يخص معرفة صلاحيات جهة الإدارة والحقوق المتعلقة أو الحقوق الناشئة للمتعاقد مع الجهة الحكومية حال زمن الجائحة. يا كرام، إطار آخر وهو الحديث عن قبل الحديث عن إطار جديد خلونا نأخذ الحق الثاني أيضا. إحنا ذكرنا الآن الحق الأول، الآن نأخذ الحق الثاني للمتعاقد وهو الحق في تمديد العقد والإعفاء من غرامة التأخير. المنظم نظام المنافسات أعطى الحق في تمديد العقود وإيقافها وإعفاء المتعاقد من الغرامة المالية بسبب تأخر في العمل، بمعنى أنه إذا وجدت ظروف خارجة عن الإرادة فهنا تمدد مدة العقد لينتفع المتعاقد مع جهة الإدارة بالمدة الممددة ويستطيع من خلالها تنفيذ التزامه. لو شفنا المادة 74 من نظام المنافسات نصت على أنه يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات التالية: إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية ممتاز أو ظروف طارئة، أو إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته كما هو الحال مثلا في زمن هذه الجائحة، قد يتعذر على المتعاقد تنفيذ التزامه العقد المنصوص عليه في العقد وأيضا في أحكام نظام المنافسات لسبب خارج عن إرادته. أيضا من الحالات التي يمدد فيها العقد إذا صدر أمر الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد، وإنما تعود مثلا للسبب الأجنبي كمثل زمن الجائحة. طبعا المادة 125 من اللائحة التنفيذية جاءت مبينة لآلية طريقة احتساب التعويض المتعاقد، فنصت على أنه يعوض مثلا المتعاقد عن كامل مدة الإيقاف وليس عن جزء من المدة وإنما كامل المدة، بل أنه إذا يعوض المتعاقد أيضا كذلك كل 30 يوم متصلة من الإيقاف يعوض عنها بثلاثة أيام بشرط أن لا تزيد هذه المدة زائدة عن 45 يوم. طيب،
أيضا من الحقوق المستحقة للمتعاقد في مثل زمن الجائحة حالة تعاقدي مع الجهة الحكومية وإعمال سلطاتها وصلاحياتها الاستثنائية صرف مستحقاته المالية أثناء زمن الجائحة فمن المواجب على الجهات الإدارية صرف مستحقات المتعاقد الواجبة وعدم التأخر في ذلك. وهذا الواجب أو هذا الالتزام يكون في الظروف الاعتيادية وهو من باب أولى يجب أن يكون في الظروف غير الاعتيادية كمثل هذا الظرف حتى تستطيع الجهة أن تواجه نقص السيولة وتواجه يعني أثار هذه الجائحة بالشكل الصحيح. وهذه دعوة للجهات أن تقوم بصرف مستحقات المتعاقدين، وبحمد الله وتوفيقه هناك آلية اتخذتها وزارة المالية للتعجيل بصرف المستحقات للمتعاقدين بعد اكتمال مسوغات الصرف، وهذا يحسب للإخوة في وزارة المالية. المهم أو الذي يجب أن يؤكد عليه أنه يجب عدم تأخر في صرف المستحقات المالية أثناء زمن الجائحة، بل إنه القضاء في كثير من الأحكام القضائية الصادرة على القضاء الإداري يجعل من تأخر الجهة الإدارية في صرف المستحقات عذراً، وعذراً في تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامه، مع أن نصوص نظام المنافسات يعني لا تشعر بهذا، لكن القضاء في كثير من الأحكام يجعل الالتزام المالي الذي يجب أن تبذله الجهة الإدارية التزام رئيسي ومهم فيما يخص انتفاع المقاول أو انتفاع المتعاقد مع الجهة الحكومية من العقد، وتجعل في حال تأخر الجهة الإدارية في صرف المستحق عذرا مسيغا لتأخره في التنفيذ. نحن لا ندعو لذلك، لكن نؤكد على هذا الأمر حتى تكون الجهات حريصة على دفع المستحقات المالية للمتعاقدين معها. هذه من الأشياء أو من هذه أبرز الحقوق المتصلة، أبرز الحقوق للمتعاقد أثناء زمن الجائحة حال إبرام العقود مع الجهات الحكومية. طيب، من الأطر أيضا التي يجب التنبيه عليها عدم فرض غرامات التأخير أو إيقاع الشروط الجزائية حال التأخر في تنفيذ الالتزام العقدي طبعا إيش المقصود بالشرط الجزائي أيها الكرام؟ المقصود به هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. وبما أن زمن هذه الجائحة قد يؤدي إلى التأخر في تنفيذ الالتزام العقدي، فهذا يجعل بعض من شرط هذا الشرط يجعل له مساحة أن يوقع هذا الشرط على اعتبار أنه تعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام العقدي. لكن يجب التأكيد على أن الشرط الجزائي ورغم مشروعيته ودخوله على كافة العقود، إلا أن مشروعيته مشترط لها عدد من الشروط. أولا، وهذه شروط نص عليها في يعني آراء المجامع الفقهية وأيضا نص عليها في الأحكام القضائية، شروط اللازمة لإيقاع الشرط الجزائي: أولا، إخلال الملتزم بالتزامه وذلك بعدم التنفيذ، يعني أن يثبت أن يخل الملتزم بالتزامه إما بعدم التنفيذ أو التأخر فيه أو التنفيذ المعيب أو التنفيذ مثلا الجزئي وغير ذلك مما فيه إخلال بالالتزام. الأمر الثاني، حصول الضرر، فيشترط لاستحقاق الشرط الجزائي عند من قال بصحته وقوع الضرر بسبب الإخلال، فإن حصل الإخلال ولم يقع ضرر على المشترط لم يستحق الشرط الجزائي على رأي كثير من الفقهاء. الأمر الثالث، الإفضاء، فلا بد لاستحقاق الشرط الجزائي من أن يكون إخلال الملتزم هو المفضي إلى وقوع الضرر، وهنا مربط الفرس كما يقال. إذا كان الضرر نتيجة لفعل غير فعل الملتزم ممتاز، كان يكون بسبب أجنبي مثل زمن الجائحة الآن، تعذر إمكانية تنفيذ تسليم البضاعة مثلا أو تسليم العمل جيد بسبب الأثار
أثار الجائحة والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المشكورة، فهنا لا يسوغ إيقاع الشرط الجزائي، لا يسوغ إيقاع الشرط الجزائي. ولهذا نص ولهذا الشرط طبعا أشار المجمع الفقهي في قرار الله كما نص في القرار آخر له على أنه يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، ظروف قاهرة. إذن لا يجوز إيقاع الشرط الجزائي فيما في مثل حال زمن الجائحة إذا ثبت أن المتعاقد تعثر عليه تنفيذ الالتزام بسبب هذا العذر الأجنبي والمنفك عن إرادته، عن إرادته. فلا يمكن لطرف الطرف من شرط له الشرط أن يتحجج بوجود هذا الشرط في العقد، لا، هذا الشرط له شروط يجب أقرها القضاء وأقرها من قبل الفقه، أقرها من قبل الفقه. من الأشياء التي يؤكد عليها أيها الكرام في هذا الأمر أن عبء أو إثبات أن المكلف بإثبات وجود العذر الطارئ هو المكلف بالالتزام، بمعنى أن من يتحجج بوجود العذر الطارئ الذي جعل الالتزام قصيرا عليه أو أدى إلى تأخر تنفيذ الالتزام هو المكلف أمام القضاء بإثبات ذلك، هو المكلف بإثبات ذلك وليس الطرف الآخر. ولذلك يجب على المنشآت أن تراعي هذا الأمر وتتحوط لنفسها بأن تثبت يعني تأثير هذا العذر الطارئ على التزامها التعاقدي فيما تبرمه مع بقية الجهات، فتتوثق حتى في حال وجود لا قدر الله الخصوم القضائية مستقبلا يمكن لها أن تثبت وجود هذا العذر الطارئ الذي حجبها عن تنفيذ التزام بالشكل المتفق عليه في العقد. طيب، أيضا من الأشياء التي يجب الإشارة إليها إلى أنه من الجائز فقها وقضاء أن تعدل المحكمة في مقدار التعويض بناء على من له مصلحة إذا وجدت مبررات لذلك، مبررات لذلك، نعم. طيب، من الأشياء التي أو من الأطر ونختم بها لأن الوقت داهمنا، وأعتذر يا أخوان ترى الصوت، أنا ما أدري يعني تفاعلكم معي ولا أدري عن مدى جودة الصوت والكاميرا، لكنكم إن شاء الله تعذرون في مثل هذا الظرف فهو ظرف طارئ. من التي أحب أن أؤكد عليها موضوع استباق مرحلة الإفلاس، استباق مرحلة الإفلاس، وهذه من الأطر التي يجب العناية بها بإجراء الهيكلة الإدارية والمالية والتسويات مع الدائنين وفقا للإجراءات المتاحة في نظام الإفلاس والانتفاع من الأحكام بما يخفف أثار الجائحة. فمن المتوقع في مثل زمن هذه الجائحة أن تتعثر بعض المنشآت أو تتعاظم عليها الخسائر بما يؤدي إلى دخولها في نفق الإفلاس، وهنا يجب الاستفادة مما ورد في نظام الإفلاس من وسائل وقائية يمكن للمنشآت أن تتوقع بها أثار هذه الأزمة وأثار هذه الجائحة، وذلك بتسوية مديونياتها وتجنب الأثار المطالبات الفردية التي تقدم فيها بعض الدائنين مثلا لمحكمة التنفيذ والتي تعيق من انتظام نشاط المنشأة وقد يؤدي هذا للتعثر والإفلاس. هناك وسيلتين من الوسائل الحمائية التي نص عليها في نظام الإفلاس، هناك ما يعرف بالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وهناك أيضا التسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. المقصود بالتسوية الوقائية هي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائني على تسوية لديونه ويحتفظ المدين في بإدارة نشاطه بإدارة نشاطه. إعادة تنظيم المال نفس التعريف، لكنه في الحقيقة يكون الاتفاق على إعادة تنظيم نشاط المنشأة تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. هاتان الوسيلتان مهمتان في هذا الزمن الذي قد يجعل من أثار الجائحة يعني سببا مؤديا إلى تعاظم سارع على المنشآت ويؤدي في واقع الحال إلى دخولها في مرحلة التعثر.
دخولها في مرحلة التعثر. لن أتحدث عن تفصيل أحكام التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، فهذا سبق يعني أن نظمت غرفة الرياض مشكورة ندوة ألقيت فيها عن كيف تحمي منشآتك التجارية من الإفلاس، وحيل الإخوة إليها. لكن مما أؤكد عليه فقط في هذا الأمر أن الميزة التي جاء فيها نظام الإفلاس مما قد يفيد في تجاوز أثار هذه الأزمة. أولا، من الأشياء التي أتاحها النظام إمكانية تسوية ديون الدائنين بمقترح ملزم للجميع في حال الموافقة عليه وفق النسبة المحددة في النظام، بما يتيح تأجيل الديون أو تقسيطها أو إعادة جدولتها على النحو الذي يساعد المنشأة في تجاوز الأزمات، ومن بينها زمن هذه الجائحة. أيضا من الأشياء التي جاء أو من الأمور التي أتاحها نظام الإفلاس مما يستفاد منه في زمن هذه الجائحة إمكانية وقف إجراءات المطالبة الفردية التي يتقدم بها بعض الدائنين، بما قد يؤدي إلى إيقاف السجل التجاري للمنشأة، وقد يؤدي إلى تعثر المنشأة وعدم إمكانية الاستمرار. فأنت من خلال إجراء تسوية وقائية أو من خلال إجراء إعادة تنظيم المالي يترتب أو يتاح إمكانية وقف الإجراءات الفردية. طبعاً في التسوية الوقائية لابد أن تتقدم للمحكمة بالطلب، أما في إعادة تنظيم المالي بمجرد القيد أو افتتاح الإجراء توقف جميع الإجراءات الفردية التي اتخذت على المنشأة في محكمة التنفيذ أو أي إجراء فيما يخص دعوى قضائية قائمة. طيب، أيضاً من الأشياء التي يمكن الانتفاع بها أو يمكن الانتفاع بها من خلال نظام الإفلاس إمكانية إنهاء العقود اللازمة لحماية نشاط المنشأة من الإفلاس أو التعثر في زمن الجائحة. حنا نعرف الآن أنه كثير من المنشآت في خضم هذه الجائحة عندها مشكلة في بعض العقود التي أبرمتها، وترغب أن تتحلل من هذه العقود لتحمي نشاطها. فهنا من الأشياء التي أتاحها نظام الإفلاس بعد افتتاح إجراء التنظيم المالي أو افتتاح إجراء تسوية وقائية، أمكن التقدم للمحكمة بطلب إنهاء أي عقد من العقود عقود المنشأة متى ما كان لازما لحماية النشاط، كما نص على ذلك في المادة 25 من نظام الإفلاس المعروضة لكم أمام الشاشة. نص النظام على أنه للمحكمة بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ به المتعاقد، طبعا هذا في التسوية الوقائية، إنهاء أي عقد يكون المدين طرفا فيه إذا كان الإنهاء ضروريا لحماية نشاطه وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على أن لا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ. لاحظ، ضرر بالغ، قد يكون يترتب على الطرف الذي أنهي عقده ضرر لكنه ليس ضرر بالغ. جيد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إن لم يحضر الجلسة، وتحدد اللائحة، طبعا اللائحة التنفيذية نظام الإفلاس ضوابط ذلك، أو قيام الأمين مثلا في إجراء إعادة تنظيم المالي معين من قبل المحكمة وفقا للمادة 61 بينها أي عقد لازم لحماية نشاط المنشأة. فنصت المادة 61 على أنه للأمين بعد فحص عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه أن يصدر خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ افتتاح الإجراء قرارا بإنهاء أي عقد المدين إذا كان إنهاؤه لازما لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولا يلحق ضررا بالغا بالمتعاقد ولو نص العقد على خلاف ذلك طيب طبعا هذه يعني إتاحة للمنشآت في حال رغبتها أن تنهي مثلا بعض العقود أن تستفيد من الوسائل الوقائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس، وطبيعي سيكون هناك ثمة رقابة من قبل المحكمة التجارية أو دائرة الإفلاس المختصة على تلك الإجراءات وعلى مدى انطباق الشروط المبينة في أحكام النظام. لن يكون الأمر عبثيا تضار فيه منشآت أخرى. يجب هنا التأكيد فقط على أن هناك عقود مستثنات من الإنهاء، كما هو الحال مثلا في عقود الضمانات، هناك ثمة عقود استثناها النظام من إمكانية إنهاء العقد. أيضا من الأشياء التي جاء فيها النظام إمكانية أو أتاحها نظام الإفلاس إمكانية تصحيح خطة المقترح الذي صادقت عليه المحكمة. إحنا نعرف أنه بعد أن تصادق المحكمة على خطة مقترح الإفلاس
خطة المقترح المقدم سواء كان في إجراء تسوية وقائية وإعادة التنظيم المالي تكون لازمة ويجب على المدينة التزم فيها مع بقية الدائنين. لكن يمكن أن تصحح الخطة بطلب يتقدم فيه للمحكمة إذا وجد ظرف طارئ. لو تأمل المادة 31 من نظام الإفلاس، شوف المادة 31 من الإفلاس يا أخوان في الشاشة، نصت على أنه توافق المحكمة بناء على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك، وذكر من الحالات المسيغة لذلك إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة على أن يقدم الطلب خلال 14 يوم من تاريخ نشر الحالة، ويعد أي مما يأتي حالة مؤثرة مثل حالات القوة القاهرة وحالات الظروف الطارئة المؤثرة كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية. هذه يا كرام أبرز الأطر التي يمكن من خلالها أن تلتزم فيها الجهات أو المنشآت القطاع الخاص بتعاملها في عقودها وتصرفاتها القانونية. أحببت أن يكون الحديث عاما، وباعتبار أن الجمهور هذه الندوة هم أصحاب المنشآت وليس من الأخوة القانونيين، أرجو إن شاء الله أن أكون وفقت، وأعتذر كثيرا عن ما قد يحصل إرباك أثناء الصوت أو حتى في عرض الكاميرا على اعتبار أننا في زمن جائحة، فمثلكم يعذر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك بالجميع. طبعا كل الشكر الجزيل لإخوة في غرفة الرياض على تنظيم هذه الندوة وعلى إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله سيتكرر لقاءات أخرى يعني في مثل هذا المجال. أشكر لكم أنتم أيضا استماعكم وانضمامكم، ويعني ألتمس كما ذكرت عذركم فيما قد يحصل من إخلال أو عجلة في الحديث. الإخوة مخصصين وقت قرابة ساعة وشوي، وحنا امتد النقاش والأخذ والعطاء إلى قرابة ساعة وثلث، فأشكر لكم جزيل الشكر ذلك. لو أحببنا الآن نستعرض بعض الأسئلة، بس عاد ما أدري كيف تبي، إن شاء الله تزبط معانا، خلينا بس نتأكد. طيب يا أخوان لو نشوف الأسئلة، شيخ محمد تساعدنا في موضوع عرض الأسئلة، أنا بحاول بس أوسع الشاشة شوي علشان أستطيع. طيب الآن الشاشة معي توسعت شوي، خلونا نستعرض إذا في أسئلة سريعة. والله الأسئلة كثيرة بس مو مبين معي السؤال بالكامل. تسهم. طيب هذا حنا نجرب الشيخ محمد بس دقيقة. طيب إذا كان في إمكانية أستاذ محمد ترسل لي على الواتساب أو تصور لي الأسئلة وأجيب على ما يتيسر، قد يكون أفضل لأن أنا عندي شكلي مشكلة في الجهاز، أحاول أسحب الشاشة بس قد يكون في إشكال، فلو صورت وأرسلت لي أكون لك شاكر، حتى بس ما بتأخر على الأخوان.
كذا يا أستاذ محمد لو تصور لي كلك شاكر. طيب خلينا نشوف. عطنا كذا أبرز الأسئلة. الأسئلة كثيرة جدا ما بنقدر نجيب عليها كاملة، نأخذ 10 دقائق فقط. طيب هنا واحد يقول السلام عليكم، هل نستطيع الحصول على نسخة من المادة العلمية؟ المادة العلمية ترى عاد مش مادة عميقة، يعني مادة هي مادة يعني خفيفة، لكن أبشر ممكن نرتب إن شاء الله بإذن الله وننشرها بإذن الله عز وجل. طيب أحد الإخوة يقول المقصود بالتراخي، المقصود بالتراخي التراخي في تنفيذ الالتزام، بمعنى التأخر في تنفيذ الالتزام، هذا هو المقصود بالتراخي، أن يتأخر المتعاقد بتنفيذ ما وجب عليه وفق لأحكام العقد. كان يكون مثلا التزامه بتسليم الرضاعة خلال 5 أيام فيتراخى في التنفيذ إلى أن يصبح مثلا 20 يوم أو 15 يوم وهكذا. طيب أيضا من الأسئلة يقول إذا كان لا فيما يخص الإلزام، فيما يخص هذا أحد الأخوة يسأل يقول إنه عقد العمل كما ذكرتم عقد رضائي ويجب فيه الرضا بين الطرفين ويكون الرضا بإثبات كتابي من العامل، فهل من صاحب العمل قصدك، فهل يحق للشركة إلزام العامل على إجباره على على إجازة غير مدفوعة؟ هو لا يمكن أن يجبر على إجازة غير مدفوعة، يجب على وفق المادة 41 من اللائحة التنفيذية أن يحصل تفاوض مع العامل، إذا ما حصل التفاوض فلا يمكن أن يجبر على الإجازة. طيب أحد الإخوة يقول في ظل الأزمة من ضمن الأنشطة المتأثرة بالنشاط الخطاطين، كثير من المنشآت يا كرام تأثرت، يعني ليس فقط الخطاطين، خطاطين وغير الخطاطين ممتاز، لكن في بعض المنشآت لا زالت ما شاء الله نشطة وبالعكس زادت أرباحها، كثير من المنشآت زادت أرباحها وانتفعت بهذه الأزمة، فهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الكلام تماما وما ذكر. طيب بالنسبة للمنشآت هذه مشكلة، بالنسبة للمنشآت التي لا تدعم، يعني حنا قلنا أنه ما طبعا من الشروط التي تصيغ فسق عقد العمل هو موضوع القوة القاهرة، لكن كما ذكرنا لكم أنه يجب التحوط في مدى انطباق وصف القوة القاهرة والظرف الطارئ على الواقع، وهذا يحتاج خبير قانوني يقيم لك الموقف بشكل صحيح ويتأكد لك، ويختلف ولا ينبغي القول فيه بقول عام نقدر نقول النشاط الفلاني أو النشاط الفلاني، لا كل منشأة لها ظروف خاصة، كل منشأة لها ظروف خاصة، فحتى المنشآت المنتمية لذات نوع النشاط تتفاوت، قد تكون بعض المنشآت نشطة وبعض المنشآت تأثرت، ف يعني يفترق الأمر. طيب في بعض المنشآت لم تحصل على الدعم، إن ذكرنا أنه من الأشياء التي وردت في المادة 41 من نظام من اللائحة في نظام الموارد أنه لا يمكن لصاحب العمل أن ينهي العقد استنادا على القوة القاهرة مثلا إذا أخذ الدعم. طيب إذا ما أخذ الدعم وتحقق ظرف القوة القاهرة، هذه من الأشياء التي قد تسير صاحب العمل فسخ العقد، لكن بعد التحقق من مدى انطباق الوصف كما ذكرنا. طيب يعني واحد يقول طبعا يا إخوان الندوة ساعة وشوي فما بنقدر أن نتحدث عن العقود التجارية في مختلف أحوالها، أحدهم يقول طيب لو تفصلنا في ما يخص العقود التجارية، هذه يحتاج لها ندوة مستقلة، إن أحببنا وهذا طبعا بناء على طلب الإخوة في غرفة الرياض أن يكون الحديث هو في الحقيقة مخصص للمنشآت وأطر عامة قواعد عامة تحكم التعامل، أما فيما يخص الجانب التخصصي فإن شاء الله عز وجل لعله تنظم ندوة مستقلة لهذا. طيب هو
وما مدى أحد الأخوة يقول ما مدى حقية العامل في استفادة من ضرف القوى القاهرة الوارد في كذا في المادة 74 من نظام العمل وذلك بإنهاء عقد العمل؟ هو إذا تحققت القوة القاهرة ولم يحصل التوافق مع صاحب العمل فهنا ممكن للعامل إنهاء العقد حسب حتى ما ذكر في المادة 41 من نظام من اللائحة التنفيذية للنظام. طيب نظام العمل أحد الأخوان يقول يقول فيما يخص عقود الاستصناع مثلا عقد الاستصناع طبعا إذا كان مبرم مع جهة حكومية فهذا يدخل في إطار مفهوم العقود العقود الإدارية، لكن إذا كان عقد تحت إشراف أو مرتبط بمشاريع وزارة الإسكان فإن كان الطرف المتعاقد ليس وزارة الإسكان بذاتها فهذا ينطبق عليها ما ذكرناه من تخفيف الالتزام جيد وإمكانية تعديل توازن العقد، فالكلام واحد في هذا وهذا. طيب واحد يقول الصوت واضح، هو المشكلة لأنك كنت قبل ما أدري هو واضح ولا لا، إن شاء الله أنكم تعذرون. طيب أحد الأخوان يقول طيب هل لا ما في اختبار، خلونا نقرأ لكم شكرا للجميع ممن يشكر ما قصرتوا والشكر لكم أنتم أولا وآخرا، يعني قدرتوا الظرف ورعيتوا أنه فتحين جهازين إن شاء الله أنكم تقدرون الظرف، شكرا لكم جميعا. أحد الأخوان يقول هل العقود الشفهية ملزمة للطرفين؟ نعم حنا ذكرنا يا أخوان أنه قوة العقد تكون بتحقق الإجاب والقبول، فإذا حصل إجاب وقبول أصبح العقد لازما، لا يشترط أن يكون العقد مكتوباً إلا في بعض العقود مثل عقد الشركة النظامية. عقد الشركة النظامية نص النظام أنه لا بد أن يكون مكتوباً، وهناك أيضاً عقود أخرى اشترط النظام أن تكون مكتوبة، لكن بقية العقود لا، بحصول الإجابة والقبول وافتراق المتعاقدين على المجلس انفراضهم على المجلس أصبح العقد لازماً طيب أحد الأخوان يقول عقود التأجير سواء أعمال أو سيارات أو سيارات التجول، شوفوا مثل ما ذكرت لكم يا أخوان أنا أحببت وأنا قاصد مثل هذا نضع قواعد عامة، وفيما يخص العقود على وجه يعني عقد معين، يعني مثلا أحد الأخوة يسأل عن عقود التأجير تأجير السيارات، قد يكون عقد تأجير السيارات مثلا فيما يخص منشأتك أنت ليس ظرفا طارئا، وقد يكون في منشأة أخرى ظرف طارئ، وقد يكون في منشأة أخرى قوة قاهرة يوجب الانحلال العقد وزواله أو فسخه، فيختلف من منشأة إلى منشأة. أنا ما يعني هذه الأمور يا كرام هي يعني أخطر شيء أن يكون الجواب عام من دون التبصر بحال السائل، فأنا ما أقدر أجي أقول لك والله أنه مثلا فيما يخص النشاط الفلاني طبق عليه أحكام نظرية الظروف الطارئة أو طبق عليه أحكام القوى القاهرة، بالعكس الآن إحنا نعرف إنه بعض النشاطات يعني بعض الأنشطة المتصلة مثلاً بتأجير السيارات قد تكون نشطة مثلاً إذا استغلت في توصيل الطلبات، أنا ما أحب صراحة إني يعني يكون الجواب خاصاً. طيب لكن إذا تحققت الشروط التي ذكرناها وتحقق الظرف الطارئ الذي يوجب التخفيف من التزام العقدي فهنا تحقق الأمر المصير. طيب عندنا بعد الكمبيوتر هذا بس دقيقة يا أخوان هذا الجهاز طفى. طيب نختم بسؤال سؤالين عشان بس ما بنطول على الأخوان ونقفل الندوة.
هل من الممكن إيقاف تنفيذ سندات الأمر بسبب الجائحة؟ سند الأمر سند تنفيذي جيد، إذا قدم بمحكمة التنفيذ وجب التنفيذ. الجائحة قد تؤثر في يعني في 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 إمكانية أو إتاحة المجال لقاضي التنفيذ أن يقسط مثلا المبلغ أو يؤجل التنفيذ مثلا أو أن يتخذ إجراءات مثلا الإعسار، لكن أن يوقفه هكذا مباشرة لا. طيب الواحد يقول ورد في القضاء الإداري تطبيقات عملية جيد لنظرية سيادة الظروف الطارئة والقوى القاهرة، سؤالي هل يتعامل بها القضاء التجاري؟ نعم، في أحكام متعددة صادرة للقضاء التجاري في التعاطي والتعامل مع هذه النظرية، وأحكام حديثة. أنا عندي حكم عام 39 في ظرف معين دفع المدعى عليه إلى أن هناك قوة قاهرة جيد، وناقشت المحكمة مثل هذا، ففي أحكام وتطبيقات في القضاء التجاري. طيب بالنسبة لتأخر المستحقات من قبل الجهات الحكومية في مثل زمن الجائحة، مثل ما ذكرنا لكم يا كرام أنه من أهم التزامات جهة الإدارة أن تبذل العوض المالي مقابل العقد، ولئن كان هذا في الوقت الطبيعي أو في الظرف الطبيعي فلأن يكون في زمن الجائحة من باب أولى. طبعا كيف إيش قنوات التواصل؟ أنت ممكن يعني القضاء الإداري مشرع الأبواب مثلا للمطالبة بالمستحقات، المحكمة الإدارية هي المحكمة المختصة بنظر مثل هذا النزاع في حال قيامه. طيب الشكر لكم يا أخوان جميعا، زملاء يشكرون. طيب يقول أحد الأخوان عقد النقل، أحد الأخوان يسأل عن عقد النقل. عقد النقل عقد ملزم، عقد ملزم تكييف الفقهي على أنه عقد إجارة فيما يقرب، فهو عقد لازم بين الطرفين، لكن ينطبق عليه ما ينطبق على بقية العقود، وأنها تتخفف في حال وجود الجائحة، في حال وجود الجائحة، أو ممكن أن يعني ينتهي أثر العقد أو تزال أثره مثلا في حال وجود القوى القاهرة. الحديث فيها واحد. أحد الأخوان يسأل يقول في إجراءات الإفلاس الشركة أقدر أوقف أي قضية مقامة عليها؟ أحد الأخوة يسأل يقول هل ممكن أتقدم بالمحكمة مثلا بطلب شهر إفلاس شركة؟ كأني فهمت السؤال هكذا. هو ممكن تتقدم المحكمة، طبعا سابقا كان الطلب محل الطلب المتصل بأحكام بنظام الإفلاس أو عفوا بنظام المحكمة التجارية باعتباره هو النظام المنظم لقواعد الإفلاس، هو طلب شهر الإفلاس. الآن ما في شيء اسمه طلب شهر الإفلاس، في طلب التصفية. طلب التصفية لأن الإفلاس كان فيما سبق في حال وجود أو في حال دخول الشركة في مرحلة الإفلاس لا يصبح القضاء أمامه خيار إلا أن يشهر الإفلاس. الآن لا، أصبح من شروط التصفية التي هي مؤدى الإفلاس أنه يجب على المحكمة تتحقق من عدم إمكانية مزاولة أو استمرارية نشاط التاجر حتى ولو كان مفلسا، حتى لو كان مفلسا، والمفلس عرفه النظام. فممكن على هذا تقدم المحكمة طلب إجراء تصفية لأي شركة مثلا حصل منها تعثر، لكن بشرائط المنصوص عليها في نظام الإفلاس، في نظام الإفلاس. طيب والله يا إخوان الأسئلة كثيرة جدا، وفضلكم ومعروفكم في الشكر أيضا كثير، فكتب الله أجركم، ما قصرتوا. أنا بصراحة ما أقدر، الأسئلة كثيرة الإخوان ينبهون على. طيب في أحد الإخوان يسأل يمكن تصلح في أحد الإخوان يسأل
عن عقد المحامي المتدرب، هل هو عقد عمل أو لا؟ هل هو عقد عمل أو ليس بعقد عمل؟ هذه والله يا إخوان فيها خلاف وفيها كلام، لكن عاد في مدى انطباق وصف القوة، الوصف الظرف الطارئ، هذا بيخلي الزملاء يزعلون علينا للمحامين. لكن هناك اتجاه يرى أن عقد التدريب هو في الحقيقة عقد عمل وليس عقد تدريب، وأن نظام العمل نظم أحكام عقد التدريب أو نظم التدريب. ومنهم من يرى لا، وأنه خاضع لأحكام نظام المحاماة وبالتالي هو منفك، لكن الرأي الأول وجيه وأوجه وأظهر. طيب، أحدهم يقول إذا كانت ليست قوة قاهرة وإنما ظرف طارئ، هل يحق إنهاء العقد؟ هو على وفق التقعيد القانوني المفروض لا، لكن لو أخذنا قرار مجمع الفقه الإسلامي نص على أنه في حتى في حال الظروف الطارئة ممكن للقاضي أن يتدخل لفسخ العقد إذا كان قبل القيام بتنفيذ الالتزامات، لكن هذا يكون أمام القضاء، أمام المحكمة. وأنا قلت لكم يا إخوان وأؤكد ختاما على أنه لا يتعجل أحد في إعمال مثل هذه النظريات وتطبيقها على أرض الواقع حتى يضمن أن هناك من هو مختص تبصر في العقد وأحكامه وتبصر بالظروف المحيطة بهذا الالتزام. العجلة مذمومة في مثل هذه المسائل، وقد تدخلك نفق مظلم، تدخلك نفق مظلم ممتاز من في المحاكم مستقبلا، فأنت في غنى عنها. حاول على قدر المستطاع أن تتوافق مع المتعاقد على تخفيف الالتزام أو فسخه مثلا بالتراضي إلى آخره. طيب، في ختام هذه الندوة يا كرام أشكركم جزيل الشكر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم موفقين ومباركين. وتقدم وأختم أيضا بالشكر الجزيل للإخوة في غرفة الرياض، وعلى يعني رأسهم الأخ عبد الله والأستاذ محمد، فقد بذلوا جهدا كبيرا، وأسأل الله عز وجل أن يطرح البركة في الجميع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. وشكرا لكم.